فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف؟ كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمه وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالاماره دوره المياه الزانيه اللي في اخر الطرق، واللي راح بلطيم ولبس مايوه بفته ووقف على البحر يتبلطم ويعاكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحده ببلطيم يعاكسها لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثه اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه ومعلقه على باب المدرسه هنا اهو. يلا محتاجة مارش، يلا يا سادة كل واحد على فصل. يلا يا حضرة الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناصر؟ انا بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده اللي الناظر برضه. ما انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمهم. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة. ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر، إيه؟ ام عوض بعت لك البيت ده وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيض؟ اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سياده الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ايد في السقف. الخيل، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ ها؟ ها؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، وهو كل واحد يشمع الفتلة كده هو وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لكون أنا اللي ضربه. ابتدي شوف حل مع الطلبة دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصة. ليه؟ اصل الولاد في حالة مش طبيعية وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد.
طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتريق عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير يا اما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت يا اما. هاتي هاتي ابوس ايدك دي، جايبينها يا اما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان. ماشي على كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمي كده ليه؟ يما ما أنت عارفة يا أما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا عملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ؟ إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده. هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين انا يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى بستين خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني التوار مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجة بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين. فندم. 54. الف مبروك. الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقية النتيجة. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ها؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيله انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي حرف الايه. إليسه. من يا اخويا؟ إليسه. من إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لحظه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك.